أحد الكوادر المميزة داخل نادي الزمالك، ظلمته كرة القدم وأنصفته الإدارة، فلم يكن له حظا كبيرا في مسيرته داخل الساحرة المستديرة، لكنه استطاع أن يتخذ اتجاها آخر وهو الإدارة، فأجاد في هذا المنصب وأصبح من العناصر المهمة داخل القلعة البيضاء. فبدأ من قطاع الناشئين مرورا بالفريق الأول حتى وصل مؤخرا إلى منصب عضو مجلس الإدارة. إنه حمادة أنور، عضو مجلس الإدارة الحالي بنادي الزمالك والمدير الإداري سابقا بالقلعة البيضاء لفترة طويلة للغاية. بدأ أنور مسيرته الكروية في مدرسة الكرة بنادي الزمالك، وتدرج في صفوف الناشئين، فكان من أبناء جيله أسامة نبيه، بالإضافة إلى الثعلب حازم إمام. مسيرة حمادة أنور مع كرة القدم لم تستمر طويلا، فتوقفت عند 20 عاما بسبب الإصابات التي أجبرته على الاعتزال مبكرا، وذلك عندما كان لاعبا في صفوف فريق بتروجيت خلال ذلك التوقيت. أغلق صفحته كلاعب واتجه بعدها إلى العمل الإداري الذي أفنى واجتهد فيه، فبدأ إداريا بقطاع الناشئين في الزمالك، وتدرج حتى وصل إلى منصب المدير الإداري. خرج من الزمالك وخاض عدة تجارب إدارية داخل الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى الجونة ثم المصرية للاتصالات. عام 2010 كان شاهدا على عودة حمادة أنور إلى الزمالك مرة أخرى، ولكن في الفريق الأول لكرة القدم رفقة المعلم حسن شحاتة، فظل داخل أروقة القلعة البيضاء حتى عام 2017. فترة ذهبية قضاها أنور داخل الزمالك في منصب المدير الإداري، شهدت تحقيق الفارس الأبيض العديد من الألقاب، فتوج الفريق ببطولة كأس مصر 4 مرات، بالإضافة إلى الدوري العام مرة واحدة والسوبر المحلي مرتين، فضلا عن الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا والذي خسره الزمالك أمام صن داونز الجنوب أفريقي. وبعد الرحيل عن الزمالك، أعلنت إدارة بتروجيت تنصيب حمادة أنور كمدير للكرة بالنادي، فقضى فترة داخل النادي، إلا أنه اعتذر عن إكمال المهمة ليعود بعدها إلى بيته في منصب مدير لقطاعات الناشئين ومدرسة الكرة والأكاديميات. وفي سبتمبر من عام 2019 خطى حمادة أنور خطوة جديدة بعدما ترشح في الانتخابات التكميلية التي أجراها نادي الزمالك ليفوز بعضوية مجلس إدارة النادي الأبيض ليدخل تحد جديد. عن كواليس فترته داخل الزمالك، سر اتجاهه إلى العمل الإداري، والأسباب التي دفعته للترشح إلى عضوية مجلس الإدارة بالقلعة البيضاء، الصعوبات التي واجهها خلال فترة عمله في منصب المدير الإداري، وكواليسه رفقة فيريرا، وطموحاته وأهدافه في الفترة المقبلة. كل هذا وأكثر يجيب عنه حمادة أنور ضيف جمهور التلتا مع إبراهيم فايق.